سامعني دلوقتي نشوف حيلة حلوة إن أنت ترسم شباك مينون بشكل ظريف شوية. ممكن أجي هنا في ليفل 1 وأقول له إن أنا عايز أرسم وول، وأبدأ أرسم وول مثلا جينيريك وول اهيت، أخليها مثلا وول مثلا مترين، وبعد كده عايز اقول له ان انا عايز ارسم جوه الحيطه ديت حيطه كيرتن وول اهيت. فطبعا اجيب لي رساله خطا، ليه؟ لان هما الاثنين في نفس المكان. فانا بكل بساطه اروح للموديفاي واقول له اعمل لي قط الشكل الكبير هنطرح منه في الشكل الصغير، هيطلع معايا بالشكل دوت. تعال نشوفه في 3D، وبعد كده هعمل سيلكت واقول له ايديت بروفايل واقول له انزل بالشكل دوت ريموف، واقول له ان انا عايز ارسم قوس هنا ولازم يكون شكله مغلق، فهلغي الخط دوت. جميل جدا. طيب هاجي بعد كده اقول له ان انا عايز ارسم حيطه تكون رفيعه انتريور، وهبدا ارسم الحيطه من هنا لهنا، فهيجيب لي رساله خطا ان الاتنين فوق بعض. مفيش مشكلة، هعمل edit profile فهيقول لي ان انت موجود في البلان، لازم تروح للانيفيشن. طيب ابدأ اخد نفس الشكل دوت، تمام، والغي الخط ده خالص، واقول له ان انا عايز اعمل ترم من هنا لهنا ومن هنا لهنا، واقول له ان انا عايز اديله offset 10 مثلا، واقول له تاب يعمله لي بالشكل دوت. طيب عايز ابدا بقى ارسم شكل اخر، اقول له مثلا ان انا عايز ارسم لاين من هنا لهنا، واقول له اوفست، واقول له ترم مثلا او اعمل الخط ده من هنا لهنا والخط ده من هنا لهنا، واقول له موافق. تعال نشوفها في 3D هيطلع معايا حاجة بالشكل دوت، تمام. ممكن اقول له بعد كده edit profile واقول له ان انا عايز ارسم شكل اخر جوه الشكل دوت، فاقول له offset، واقول له بدل 10 دي خليها مثلا 200 مثلا، مفيش مشكلة، تاب يطلع حاجة بالشكل دوت. وبعد كده اقول له offset 10 او 20 او 25، تمام، تاب تترسم بالشكل دوت. وبعد كده ممكن اقول له ان انا مثلا عايز ارسم من نص هنا مثلا لاين واوفست 10 ناحية دي و10 ناحية دي والخط اللي في النص دوت، واقول له افتح دي وافتح دي، ترم من هنا لهنا ومن هنا لهنا. ممكن برضو ازود تفاصيل اكتر، اقول له لاين، تمام، ممكن تخليها مثلا لحد هنا، وبعد كده هقول له اوفست، وممكن ترسم بقى وردة اي شكل انت حابب ان ترسمه. شرحنا الفكرة بالتفصيل، تقدر تستخدمها زي ما انت عايز. اقول له اعمل لي فتحة هنا وهنا، هنا محتاجين اقطع هنا برضو، وبرضو كل الناحية التانية عشان تكون الشكل مكمل. وهكذا. فنقول له كلوز، بيقول لي في خط مش مظبوط،
يظهر معانا الشكل بتاع الباب زي ما انت شايف. القصد ان انت تقدر ترسم اشكال غير الخطوط المستقيمة، تمام، وتقدر في اي لحظة تقول له ان انا عايز ارسم مثلا كيرتن جريد وتضيف مثلا خط هنا وخط هنا، وتقول له انا عايز اضيف مثلا منين بالشكل دوت ويضيفها لك حسب المقاس اللي انت عايزه. تقدر تعمل سيلكت وتدخل هنا وتختار البروفايل اللي انت عايزه. حاجة بالشكل دوت.